رجعنا لكم تاني في استوديو عسل ابيض. ضيفتي فنانه وصيدلانيه في نفس الوقت، قدرت تجمع بين الهوايتين في تصميم، او قدرت تجمع الصيدله وهوايه الاكسسوار مع بعض في نفس التوقيت، وطبعا بين حياتها العلميه انها تبقى دكتوره صيدلانيه. انتوا عارفين طبعا صعب جدا ودراسه صعبه قوي، ورغم ان المجالين كمان بعاد عن بعض قدرت تنجح في التوفيق بينهم. عشان كده عايزاكم النهارده ترحبوا معايا بالصيدلانيه ومصممه الاكسسوارات الدكتوره مريم سامي، وكمان برحب ببنتها اللي منورانا النهارده في استوديو عسل ابيض مريم باسم، واللي ماشيه على نهج مامتها بالظبط، وهي اللي هتعرض لنا النهارده كولكشن الاكسسوارات الموجود النهارده، هو اكسسوارات خاص بالاطفال. دكتور مريم منوراني النهارده. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ومريم ازيك؟ كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. على فكره انت شبه مامي جدا، تحسي بايه وانت شايفه كده نسخه منك صغيره؟ ببقى فرحانه بيها جدا. مش كده برضه؟ طبعا. اكيد احساس حلو جدا. طبعا دكتور مريم، يعني اكيد الموضوع انك تدرسي لمده سنين طويله حاجه صعبه وحاجه زي كده، وفي نفس الوقت تقدري تنمي موهبه انت بتحبيها او مهاره او هوايه انت حبيتيها كويس جدا، اكيد ده كان صعب، محتاج حد يدعمك، محتاج حد يشجعك ويقف جنبك. عايزاكي في الاول تقولي ازاي بداتي احترافيا ان انت تبداي تبقي مصممه اكسسوارات، مش بس اكسسوارات تتلبس، لا احنا معانا كمان اباجورات ومعانا تابلوهات. الاول انا الهوايه معايا بدات من وانا طفله، عندي 6 سنين، بالرسم العادي والتلوين. لما مامتي وبابايا اكتشفوا، المدرسين المدرسه اكتشفوا في الهوايه دي، شجعوني جدا، بتدخل مسابقات في الرسم واكسب فيها. ماما كانت بتجيب لي كل الادوات اللي انا احتاجها من الخامات عشان اشتغل عليها. بعد كده بقى اتطورت، اعمل اعمال الفنيه اللي بالكرتون وبالفوم والقص واللزق، بتعمل حاجات كتيره، مجسمات حلوه جدا. الموضوع اتطور معايا، كل ما كنت اكبر اتعلم حاجه جديده. دخلت بعد كده في الرسم على الازاز، الرسم على القماش، وعملت طبعت تيشيرتات كتيره جدا، وعملت فازات وديكورات في البيت كتيره جدا. اتعلمت بعد كده شغل الجلد، عملت شنط بالجلد وحزمه ومحافظ وكل المنتجات الجلديه. بعد كده اتطورت كمان في العمل في الطبلوهات السيرما والكنفا، اشتغلت عليها، وبعدها دخلت على الاكسسوارز. اخر حاجه دي كانت اخر مرحله معايا، هي الاكسسوارز. احنا معانا كولكشن حلو جدا جدا النهارده، بس عايزاكي تقولي لي كان صعب انك تجمعي ما بين الاثنين مع بعض؟ هو الموضوع مش صعب، لان في حد بيشجعني. انا اسرتي هي اللي دايما بتدعمني وتشجعني، ولما بيلاقوني ناجحه في حاجه بيشجعوني زياده، ما بيقولوليش لا انت بس مذاكره، انت بس لا لا لا، كانوا بيسيبوني على انهم عارفين انا بعمل اللي عليا، بذاكر واعمل اللي عليا وبتفوق، وفي نفس الوقت بعمل الحاجه اللي انا بحبها. بصي، في سنين المدرسه هنقول ماشي، لكن وقت دراستك للصيدله كنت برضو بتمارسي الهوايه دي؟ بس طبعا بيبقى ساعه الدراسه بيبقى بطريقه خفيفه، اجاز ان انا اقعد ارسم في الاوقات اللي انا فاضيها، لكن مجرد ما باخد الاجازه ببتدي بقى انطلق واشتغل على كل اللي انا عايزاه. انا عايزه اقول للناس اللي كل شغل دكتور مريم هاند ميد، هي اللي عاملاه بايديها، و الحقيقه انت يعني عاملاه بشكل حلو جدا ومحترف جدا. عايزه اعرف مبدئيا الاكسسوارز دي انت اللي مصممها فروم اي تو زد من ايديكي؟ انا بشتغل نوعين من الاكسسوارز، في نوع اللي هو بالاحجار والنحاس، ده انا التصميم والديزاينز كله فروم اي تو زد من تصميمي. يعني هتلاقي هنا عندك في موديل بالفيروز واللولي، هو اول واحد، اول واحده التركواز، حلو قوي. وفي موديل تاني بالعقيق، درجات الالوان العقيق كلها، كل الاحجار الموديلات بالاحجار دي بتبقى كلها ديزاينز فروم اي تو زد، تصميمي وابتكاري. كل ده انت بتعمليه حبه حبه؟ انا بحط الخامات قدامي كده، وابتدي امسك الخامه في ايدي، الاقي نفسي بعمل اي حاجه هي بتطلع معايا اللي انا عايزاه. هي جدا. ومريم كمان لابسه اكسسوارز خاصه جدا بالاطفال، انت كمان اهتميتي بالاطفال في تمام. ده بقى الكوليكشن الجديد اللي هو بشتغله بنول الخرز، النوع الثاني من الاكسسوارز اللي انا شغلاه اسمه نول الخرز. ده بجيب التصميمات بتاعته، انا دي بتبقى باترونات جاهزه، انا بجيب الباترونات جاهزه، وانا ببتدي بقى اغير في الالوان، في تدريبه الالوان، في شويه ديزاينز فيها، لكن الباترون بيبقى جاهز. وهي الموديلات الجديده دي كلها اسمها نول الخرز، بالاضافه اللي فيها حاجه اسمها نسيج خرز، اللي هو انا بشتغل الخرز بايدي بقى، بالابره والفتله بايدي، مش بس على النوع ده، بيتعمل على نول خشب اللي هو تاني وتالت ورابع، اللي هو الموديلات الكبيره، الاسود والابيض والنحاسي والنبيتي، اللي هو بالخرز ده كله اسمه زي اللي انا لابساه، ده اسمه نول خرز. ده بيتعمل على نول خشب وخيط وابر رفيعه والخرز الرفيع المبروم. لكن اللي مريم لابساه ده انا عملت كوليكشن بقى جديد للاطفال، ده عباره عن اسمه نسيج خرز، يعني بس مش بنول، بايدي كده بالابره بلفه انا بايدي، ده كله بقى تصميمي انا وابتكاري. يعني ديزاين معين؟ ده الديزاين بتاعي انا اللي عاملاه. انا عامله لها زي سيرتات على راسها، وعامله منه نكلس على رقبتها، وعامله منه كمان البريسلت. الله، حلو جدا. طبعا جداً. الالوان بقى انا عامله الوان بناتي عشانها، طبعا الالوان بقى ممكن تلعبي فيها زي ما انت عايزه، تغيري فيها. أكيد. الديزاين نفسه ممكن اغير فيه زي ما انا عايزه.
قولي لي انت عايزاني اقول لك مريم ولا مريم ولا مريم؟ مريم. مريم صح؟ انا كنت بقولها صح. طيب تمام. قولي لي بقى مريم، انت بتساعدي مامي في الحاجات اللي هي بتعملها ولا انت بتلبسي بس؟ يعني ساعات، يعني انا ساعات بشتغل معاها شويه وساعات بعد البس مامي. اوكي بتساعدك يعني. انا علمتها حب انا الموضوع. علمتها وفي هي شغله نكلس وبريسلت هي اللي عاملهم على ايديها بالنول. برافو عليكي. هي جايبهم معاها، هي اللي عاملهم بايديها، انا علمتها وهي بتشتغل بايديها، بس طبعا على قد يعني اكيد لسه على سنها. على قد سنها. اكيد. لو حد طلب منك حاجه خاصه هو يعني بعيدا عن الاشكال اللي انت عاملاها بتعمليها له؟ ولا انت بتصممي وتبيعي اللي انت مصممه؟ لا لا، ممكن بالاوردر. يعني في واحده بتكلمني تقول لي انا عايزاكي تعملي لي كذا وتتخيل شكل معين واعمله لكذا والكذا. اوكي. مع بعض. انا ممكن اعملها لها اللي هي عايزاه. لو جبت لك صوره او اي حاجه. انا عايزه اقول لك ان الاسود اللي فيه ورد اللي هو بنول الخرز الكبير ده، ده اصلا كان طابلوه قنبه زي ده. كتر على فكره الرسمه عجبني اول حاجه دخلت شفتها، عجبتني جدا الابيض الأسود. الاسود دولت انا عايزه اقول لك ان الاسود ده اصلا كان معمول رسمه كبيره على طابلوه قنبه. وصاحبته ورتني الطابلوه، قالت لي انا الرسمه دي عاجبني وعايزاكي تعمليها لي عقد. اقول لها عقد ده طابلوه قنبه؟ قالت لي انت هتعمليه لي. وفعلا انا قعدت اصغر في الرسمه واتخيلها واصغر في عدد الغرز، لان طبعا رسمه كبيره عشان طبعًا. انا احافظ على الرسمه نفسها واطلعها بنفس الشكل لغايه ما عملت له عقد. لا بس بجد برافو عليكي، وهيبقى حلو جدا على الهاي كول سودا كمان، هيبقى بالظبط. هي بتلبسه على تمام، بيبقى تحفه في اللبس. احنا معانا كمان تابلوه. التابلوه ده ممكن ياخد منك وقت قد ايه عشان تصممه؟ لا ده طبعا ده بياخد شغل كتير جدا، ده ممكن ياخد مني حوالي 5 6 شهور عشان يخلص. طب بتلجئي المصانع بقى او الورشه؟ لا 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 لا، ده انا بجيب القماش القنبه ده، بيبقى قماش ساده، ده مش مرسوم جاهز، انا اللي رسماه. انت بجي... اللي مخيطاه يعني بايدك؟ ده انا اللي رسمه الرسمه ومخيطها ومطرزه عليها. انا بجيب القماشه البيج دي ساده خالص، قماش القنبه او الايتامين الساده خالص بالمتر، بجيبها اقصها وابتدي ارسم انا الرسمه اللي انا عايزاها. هايل والله. وابتدي انا كمان الالوان انا اللي محدداها، انا عايزه اعمل الالوان دي عشان تمشي على الصالون بتاعي في البيت، فانا عامله نفس الالوان اللي انا عايزاها ومصممه مع الرسمه، وانا بقى اللي مطرزاها بشغله القنبه ومطعم بالسرمه. يعني هتلاقي فيه قنبه وسرمه الذهبي. انت بتقولي كمان مصممه الرسمه، يعني انت مش بس بتخيطي او بتنفذي، انت كمان بتصممي. انا بصمم الرسمه. في رسومات بتتباع جاهزه، لو عايز اللي ما بيعرفش يرسم بيجيبها ويرسمها. وفي اللي بيحب يرسم، انا عامله طابلو تاني بس يمكن ما تعرضش على الطابلو التاني. انا برده مؤلفه درجات الرسم بتاعته والالوان المختاره وانا اللي عاملاها. الاباجوره دي برده رسمه رسماها، دي بقى كلها سيرما، يعني دي ما فيهاش كنفة، دي شغل السيرما. انا بشتغل الجزء القماشي. ايه اصعب، سيرما ولا الكنفة ولا الاكسسوارز اللي بتعمليها؟ اللي بياخد، بصي هو الكنفة والسيرما مش صعبين في الشغل، بس بياخدوا وقت، يعني طابلوزة ده بياخد وقت كبير كبير جدا. شغل النول برضو بياخد وقت كبير، بس يعني العقد ممكن يقعد في حوالي مثلا معايا 4 أو 5 أيام حسب. والله بسرعة. حسب يعني ده بعد الممارسة طبعا. أكيد. حسب الشغل اللي فيه وحسب الصعوبة، كل واحد غير التاني، كل موديل غير التاني. والأباجورة دي كنت بتقولي إن دي كلها سيرما، أنت اللي عاملاها؟ ده سيرما، القماش برضو اللي في النص، بس هي دي اللي بجيبها ورسمتها وبتتشغل سيرما، وبعد كده بتوديها عند بتاع الأباجورات، هو اللي بيركب عليها الشابو ويركب ليها الرج. بتتعمل عمولة، أي رسمة بقى عايزاها بتشتغليها. دي أفكار حلوة جدا، يعني لو عندي أباجورة قديمة ملهاش شكل وخلاص ملهاش شابو، أنا ممكن أنت تعمليها لي. تمام. تعملي لها شكل ومنظر بحيث هنجيب القماشة وهنشتغلها بالرسم اللي عايزاه. ممكن تتشغل قنبة كمان، قنبة أو سيرما، الرسمة زي ما تحبيها. ممكن تتطعم بخرز، يعني ممكن نعمل فيها أي حاجة حسب الرغبة. بتوديها تتعمل لها شابو، تعمل لها القعده النحاس وتبقى اباجور. انت عارفه ظهر السراير دلوقتي رجعنا تاني لايام زمان، ممكن يبقى مشغول وفي شويه شغل شبه التابلو ده. تمام. ده بيتعمل ممكن ظهر سرير، يعني نفس الموديل ده ممكن تعمل ظهر سرير. انا اشتغلت قبل كده ظهر سرير، حاجه كانت شبه كده بس كان في تطعيم بخرز واحجار. مريم انت ناويه ان شاء الله لما تكبري تبقي زي مامي صيدلانيه وبتشتغلي برده وبتصممي اكسسوارات وبتصممي حاجات جميله زي اللي بتعملها، ولا انت عندك حلم تاني؟ يعني ده وده، هتعملي حاجات تانية وهتعملي زي مامي. طب حلو جدا، يعني انت بصي الخلف ما ماتش دايما بتطلع ذكية. بالظبط، هي تطلع تدخل. الناس اللي عايزة تعمل حاجات عندك تتواصل معاك ازاي؟ انا عندي بيج على الفيسبوك، عندي بيج اسمها جولدن فينجرز على الفيسبوك باسمي، والاكونت بتاعي جولدن فينجرز. جولدن فينجرز هتلاقي يعني البيج البروفايل بيج بيكتشر بتاعتها اللي هي نفس، عشان في جولدن فينجرز كتير، اللي هي عليها الاعقاد بتاعتي، رسمه الاعقاد بتاعتي. وصفحتي الاكونت الشخصي مريم سامي. مريم سامي. ان شاء الله تبقوا معانا قريب جدا، وعايزاكي تعملي بقى كولكشن مختلفه جدا ان شاء الله عن اللي شفناها النهارده. بس بجد كلها حلوه قوي، عجبني اول واحد جدا والثالث واحد تحفه حلوه. ده يبقى كل اللي عايزاه، كلهم حلوين بصراحه. بس دول عجبوني شدوني جدا. مريم بشكرك قوي على وجودك معانا النهارده حبيبتي، نورتيني، وحلوه قوي السورتات والنكلس والبريسلت اللي انت لابساها.
ميرسي. المره الجايه تجيلي وانت اللي عاملاهم بقى ماشي، من ما نلبسش بس. بشكرك جدا دكتور مريم على وجودك معانا النهارده. ميرسي لحضرتك. ومشاهدينا زي ما شفتوا قد ايه كولكشن جميله وسهله، اي حد اعتقد دلوقتي نفسه جدا هو يمارس المهنه دي. مريم شويه اديتنا شويه تابس تقدر من خلالها تبتدي. وعايزه بس اقول حاجه صغيره جدا بره الموضوع خالص، عايزه اقول لمحمد صلاح منفذ الانتاج كل سنه وانت طيب، عشان النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا ابو صلاح، وان شاء الله السنه اللي جايه تكون احلى وجميله عليك في كل حاجه. طيب احنا لسه مكملين مع بعض في عسل ابيض بعد الفاصل، عرض ازياء لفساتين الافراح والسواريه مع مصممه الازياء نور عزازي، استنونا بعد الفاصل.